اتبسطت جدا ان انتوا ركزتوا في الكلام اللي اتقال بين الشوطين، ان انتوا تستغلوا الفرصه اللي هتجيلكوا وتجيبوها جون. وعجبني جدا الطريقه بتاعتكوا اللي بعد ما احرزتوا الهدف واتقفلتوا بقى ورا بشكل كويس قوي، وده مهم جدا في الكوره. فانا شايف ان انتوا عملتوا جيم كويس واهديتوا المكسب لروح كابتن ثابت البطل، ودي حاجه محترمه جدا منكم. فبشكركم جدا على الاداء، وبشكر كابتن ساره وكابتن محمد على التكتيك اللي لعبوا بيه وعلى الفنيات اللي اتعملت النهارده في الماتش. انا طبعا الذهبيه دي غاليه قوي النهارده، لان اللي هيلبسها شاره كلير دي هتوديه نهائي. هيلعب نهائي كده خلاص، هيبقى ضامن ان هو يلعب نهائي ان شاء الله. يلعبوا مع فريقه ومع زمايله، بس يعني في اوحش يعني الظروف، الظروف هيلعبوا لوحده. يعني لو عليا الفرقه دي عملت شغل كويس النهارده، وفي كذا واحد كان في منتهى الرجوله وعملوا شغل كويس، ولكن هو لازم نختار واحد صح. انا عايزك تطلع لي الاول بس احسن ثلاثه، وبعد كده تعلن عن واحد منهم. شيكا كان من مميزين جدا النهارده، هدف الفوز وهدف الصعود، هو اصلا لابس شارب. يوسف الفرويد كان كويس جدا. على اخويا على يوسف حبيبي، وهعتبر في اثنين هعتبرهم واحد، الاثنين التوأم. ما بهزرش والله، الاثنين التوأم هم، انتوا الاثنين هم الاثنين يعتبروا واحد، وكانوا الاثنين كويسين جدا. اعتقد لابسين 4 و5 صح؟ فالاثنين كانوا كويسين جدا. انا شايف يعني كلكم كنتوا مميزين. كابتن وائل رياض رشح 4 لاعبين من فريق ثابت البطل للفوز بشارة كلير: محمود ناصر شيكا، ويوسف محمود، والاثنين التوأم يوسف علاء، وعبد الرحمن علاء. بعدها قرر ان الاحق بشارة كلير هو انا، اختار يوسف المهاجم. ضمنت تلعب نهائي.